بعد 6 سنوات متفاوتة قضاها في باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع نيمار حادا لمغامرته الباريسية من خلال انتقاله المدوي إلى الهلال السعودي لينضم إلى كوكبة من النجوم في الدورة السعودي أمثال كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، كريم بنزيما ورياض محرز. نيمار أكد أن كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر لعب دورا بارزا في قدوم العديد من نجوم كرة القدم إلى المملكة العربية السعودية، ففي مقابلة بثها حساب نادي الهلال على منصة إكس صرح نيمار بالتالي: أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو صاحب الفضل في قدومي إلى الهلال السعودي. في البداية وصفه البعض بالمجنون، ولكن بعد ذلك أصبح الدوري السعودي أقوى بانتقال نجما تلو الآخر. وأضاف: أنا متحمس لمواجهة العديد من اللاعبين على أعلى مستوى، فهو أمر يحمسك لتلعب بأفضل شكل ممكن، وهو أمر متوقع عندما تواجه رونالدو، كريم بنزيما، فيرمينيو. الإثارة ستكون في ذروتها، ولذلك أنا سعيد جدا للانضمام إلى هذا الدوري، ومواجهتهم ستكون رائعة. وأكد نيمار إنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الانتصارات مع الهلال والفوز بالألقاب، قائلا: أنا متحمس لكتابة فصل جديد من قصتي مع الهلال.